التفكير قتل بعض الناس، كثير من يفكر. أنا أدعوك إلى حل آخر، بدل ما تفكر استغفر، فإن الذي يفرج الكرب ليس التفكير في حلها، إنما الاستغفار الذي يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، بل ويرزقك الله بالاستغفار من غير ما تحتسب. التفكير ما الذي جعلنا، ما الذي حل من مشاكلنا؟ أحيانا التفكير في دوائر مغلقة، تفكير في الحل ممكن، في الممكن، لكن التفكير بآلام كل ما أردناها تتعدل انقلبت أوجاع. الحل أن توقف التفكير السلبي هذا. قتلنا ساعات الأنس وأشغلنا أبناءنا بالتفكير في المستقبل، والمستقبل غيب والغيب بيد الله. استغفر يجعل الله لك من الظلام نورا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك.